تعزيزاً لمكانة الشارقة في الحفاظ على التنوع الحيوي والبيئي، جاء مركز الحفية لصون البيئة الجبلية في كلباء التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، ليسلط الضوء على أهمية وضرورة الاستمرار في تعزيز الحياة الفطرية والطبيعية والبيئية المختلفة في الإمارة. وتم تسميته بهذا الاسم نسبة إلى واد كبير كان في منطقة الغيل التابعة لمدينة كلباء. يوفر المركز أفضل الشروط والظروف المناسبة لحياة الحيوانات المهددة بالانقراض من حيوانات البيئة الجبلية في سبيل الحفاظ على أنواعها وفقاً لأفضل المعايير والشروط العالمية، وهو ما يتوفر في المركز سواء على صعيد الكادر البشري المؤهل المتخصص أو على الصعيد البيئي وتوفير البيئة المناسبة لهم. تصنف محتويات المركز من الحيوانات بالمنقرضة والمهددة بالانقراض والمهددة بشكل حرج والقريبة من التهديد والأقل تهديداً وضعيفة الوجود. مركز الحفية لصون البيئة الجبلية، رحلة عبر الزمن لجهود لافتة في الحفاظ على مكتنزات البيئة الجبلية التي تنعم بها المنطقة، إلى جانب تعزيز دور الإمارة في رعاية البيئة وإيقاف استنزافها.